دام قلبك ينبض بالحياة إذا لازم يكون فيه أمل. الشغل عمره ما كان وظيفة وبس. الإنسان لو كسب الدنيا كلها وخسر نفسه يكون خسر كل شيء. يا خسارة الإنسان لما يصير وحش ويريد ياكل اللي حواليه. يا خسارة الإنسان لما يموت بداخله الإنسان ويتخلى عن إنسانيته. بغيت أقول إن الكل مقام مقال، والعاقل هو اللي يعرف متى يحب ومتى يكبح عواطفه ويطلقها في الوقت المناسب. السعادة في الرضا والقناعة يا أبوي، في الحب، في الخير، في الجمال، في التعاون. اللي يمشي ورا شيطانه ويترك طريق الخير اللي كلها خير مسكين. أغرب رحلة في الدنيا هي رحلة الحياة يا راشد، رحلة ما فيها أي اختيار. ننولد وما نكتب تاريخ ميلادنا بإيدينا لأنها عاجزين، ونموت وما نكتب تاريخ وفاتنا لأنها مفقودين. والد العزيز، والدة العزيزة. ما
يو خير شو صبرية مو عنديش. سمعت ان سالم بيرجع بعد ما اخذ الشهادة وتخرج. الحمد لله 4 سنوات ما جا فيهم الا 3 مرات. المهم يا امي انه بيرجع وبيعيش هنا على طول. وانتي كيف عرفتي ها؟ خبريني. عمي ابراهيم خبرني وقال انه يسلم علي كثير. يسلم عليش مرة واحدة؟ بعد زين ذكرش. ترى يا امي كان مشغول، اكيد كان يذاكر ليل ونهار في الغربة. صراحة انا ما لومه. زين ان شاء الله يكون انسان ويرفع راسه وش بين الناس. انا يا بنتي ايش اريد من الدنيا الا اني اشوفش فرحانه ومرتاحه في بيت زوجش. الله يبارك فيش ويخليش يا امي. ما قلتي لي متى بنروح نبارك لسالم؟ اقصد خالتي ام سالم. بالاول خلي يوصل، من يوصل بالسلامه بنروح نبارك له. اتمنى اكون اول وحده تقول له مبروك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ظنيت سيف وصل ولا حتى جمعك. أقول أبو سيف، صحيح إنه ولدنا سيف صار مهندس؟ صحيح، ما كذب اللي قال إن الأولاد زرعة العمر، ويا بخته اللي الله وفقه في زرعته، ونحن والحمد لله الله وفقنا في سيف. الحين ما ناقص إلا نشوف العروس، ولا أقول لك خلي يشتغل بالأول ويكون نفسه وبعدين نشوف العروس ونفرح به. صالح أبو سيف، أنت ليش ساكن؟ ليش ما تتكلم؟ إذا شوف علي أنا أكلمك. انت تبكي؟ لا ايش اللي صار؟ لا يقول ولد سيف صار لنا شيء. يلا يا اولادي نقول الدعاء. يا تواب تب علينا. يا تواب تب علينا. نحن عبيدك لا تنسانا. نحن عبيدك لا تنسانا. سكننا الجنانا. سكننا الجنانا. في حضرة محمد. في حضرة في أرض الشفيع. في أرض الشفيع. في أرض البقيع. في أرض البقيع. يلا يا أولادي طلقة. عاش يا ولدي عاش. عاش عاش. زيني يلا يا ولدي يلا. خليني. هلا مرحبا. يا هلا وسهلا. كيف حالك؟ يا هلا يا مرحبا. الحمد لله على السلامة يا ولدي. الله يسلمك. كيف حالك يا ولدي؟ بخير طيب الحمد لله. استريح يا ولدي استريح تحت هذه السدرة اللي ياما جلست تحتها وتعلمت. استريح يا ولدي استريح.
يا هلا يا مرحبا يا ولدي يا راشد. تتذكر يا ولدي؟ تتذكر هذه السدرة؟ تتذكر؟ ولا ممكن أنسى هذه السدرة، ما ممكن، ولا ممكن أنسى المعلم علي اللي طيبته وحنانه أثروا في نفسي وعلموني معنى الإنسانية. أنا ما ممكن أنسى يا عمي علي، ما ممكن أنسى مواقفه الكبيرة معي، ما ممكن. يلا يا أولاد طلقة. يلا يا أولاد، يلا يا ولد، عاشوا عاشوا أولادي عاشوا. نعم يا ولدي يا راشد، في شيء؟ لا ما في شيء، بس بغيت أقول لك أني أنا بكرة ما أجي المدرسة. ما تجي المدرسة؟ وليش يا ولدي بكرة ما تجي المدرسة؟ بكرة الخميس. زين، وبكرة الخميس؟ إيش اللي خليك ما تجي يا ولدي؟ أنت ما تريد تختم القرآن بسرعة؟ أريد بس. بس إيش يا راشد؟ ليش سكت يا ولدي؟ ليش ما تريد تجي بكرة؟ قول. بكرة الخميس، يعني لازم أجي معايا خميسية. وانا لا لا يا راشد، لا يا ولدي، تعال بكره بدون خميسيه. انا اعرف ان ابوك مسافر، الله يكون في عون امك. يعني اجي حتى لو كان ما عندي خميسيه؟ تعال يا ولدي، تعال باكر بدون خميسيه، العلم ما ينقاس بالمال، انت عندك فطنه وذكاء، ايش الخميسيه مع اللي عندك؟ شكرا يا معلم علي، مواقفك كبيرة معي. مواقفي عادية يا ولدي، مواقفي عادية، انت طول عمرك مؤدب وخلوق وحساس. المهم يا ولدي خبرني، ايش سويت؟ ايش اخبارك؟ مبروك يا راشد، والحمد لله على السلامة يا مهندس. الله يبارك فيك، والله يبارك فيك ويسلمكم ان شاء الله. والله وجه اليوم اللي شفتك فيه مهندس يا راشد يا ولدي. هي نعم، بس على الله عاد ما تتكبر علينا. معقولة يا عم اسماعيل، معقولة؟ وكيف يمكن يكون هذا وانا ما اخذت الشهادة بنفسي؟ انا اخذتها بمساعدكم كلكم، واللي ينكر الجميل يا عم اسماعيل يكون معدوم الاصل. الله يكرم اصلك يا راشد. الله يعزك. انا ما انسى هذاك اليوم، ما انسى هذاك اليوم اللي كل واحد منكم اعطاني اللي يقدر عليه. انا ما اخذت الشهادة بنفسي، انا اخذتها بمساعدكم كلكم، بدعوات العم سعد وبقلوبكم الكبيرة وبدعواتها اللي كانت معي في كل خطوة اخطاها وفي كل كلمة اقراها. النجاح كان مهم، بس الأهم إني أحقق لكم حلمكم الكبير اللي أنا جزء منه. إن شاء الله بيتحقق يا مهندس، إن شاء الله. لكن قل لي يا مهندسنا، الهندسة هذه اللي أنت خويتها في السمك ولا في البحر؟ الله يخليك يا ناصر. في السمك والبحر والماي، هندسة في الكيمياء. أنا بدرس معاكم إن شاء الله حن كيف ممكن نستغل هذه الثروة السمكية على أسس علمية. والهور الجديد اللي يمشي من غير مقاديف بيكون كل واحد منا ان شاء الله يا ابوي، لان اللي يشتغل وهو مرتاح يا ابوي يحقق ربح اكثر. ومتى يتحقق كل هذا يا مهندسنا؟ قريب ان شاء الله قريب، انا بروح مسقط وبشتغل هناك. مسقط؟ كيف يا راشد يا ولدي؟ انا علمتك علشان تتركنا وتخلينا وتروح مسقط؟ ومن قال لك اني بخليك وبتركك بنفسك يا ابوي؟ الله يهديك. بس يا ابوي الله يسلمك، انا عندي تخصص جديد ونادر، وعلشان يصير في تغير هني انا لازم ابدا هناك، وبعدين نتائجي مع المسؤولين بتوصل الى هني وكل مكان من سواحلنا، وهذا هو الصح يا ابوي. ايوه لكن يا لا لكن ولا شيء يا ابو راشد، ولدك راشد كلامه صحيح، راشد ما درس الا علشاننا وعلشان البحر اللي نترزق منه كلنا، والحين لازم يتوظف في مركز ابحاث في مسقط، وبعدين في ذيك الساعه اخبار بتوصلنا، ومثل ما شجعناه من الاول لازم نشجعه الحين. سعد يا اخوي والله انت ادرى مني بهذه المسائل، يعني رايك كذي؟ هي نعم، ما في غير هذا الكلام يا حمدان. متى بس متى؟ لا تستعجل يا ابوي الله يهديك، لا تستعجل يا جماعه، مو كل شيء يصير بين يوم وليله، خطوه خطوه، والخطوه الكبيره بدت من 5 سنين. انا اول ما وصلت شفت كل شيء متغير لاحسن، وانا وامثالي ممكن نساهم ان هذا التغيير يستمر لاحسن،
بس شوي شوي خطوة خطوة يا أبوي. المهم يا بطل، متى ناوي تروح مسقط إن شاء الله وتبدأ مشوارك العملي؟ قريب إن شاء الله قريب. تفضلوا تفضلوا تفولوا تفضلوا. إن شاء الله. بسم الله. جزاكم الله خير. أقول نعيمة، أنا خبرت إبراهيم عن كل شيء وقلت له فرحتنا بنجاح ولدي سالم ما بتكمل إلا بزواجه من صبرية. أيوة لكن إيش الله يهديش يا نعيمة؟ ما يكفي البنية منتظرتنا كل هذه السنين؟ وبعدين قولي لي إيش اللي ناقص؟ الحمد لله الشهادة وخذها وهو تو مهندس زراعي. بس أنا أقول ننتظر حتى يشتغل. يشتغل؟ أنت مو ظننته يتوظف؟ أبوه ما كد وشقه وتعب علشان يوفر له مصاريف سفره إلا عشان يمسك الأرض ويهندس على البيادير. بس أنا خايف يكون رأيه غير. كيف يكون رأيه غير؟ الله يهديش. هو مسافر علشان إيش؟ بعدين سالم طيب وما ممكن يخرج عن طوعي وطوع أبوه. هو ما غريب عنكم. وصل سالم، وصل وصل يا أمي. وصل وصل ولدي، الحمد لله رب العالمين، المعرس وصل. تفضل يا سالم، تفضل تفضل يا سالم تفضل. مشكورين يا وجوه الخير، أحسنتم مشكورين. رد لكم إياها إن شاء الله في أفراحكم. مشكورين أحسنتم. تفضل يا ولدي تفضل تفضل تفضل. هو ما شاء الله ما شاء الله، العيلة مجتمعة. أهلا وسهلا، تفضل يا ولدي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا ولدي، الحمد لله على السلامة. أمك مشتاقتنك سنتين يا ولدي وما تقف إجازتك ليش؟ يا جميلة يا جميلة، ما وقت هذا الكلام تو ما وقته. كيف حالك يا أمي؟ الله يسلمك يا ولدي، الحمد لله بخير. ليش جالسة تشوف عليهم كذاك يا ولدي؟ هذيك خالتك نعيمة. خالتي، أهلا 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 أهلا، كيف حالك خالتي؟ تسلم يا ولدي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. صبرية، أنت صبرية صح؟ أيوة أيوة، هي هذه صبرية. صبرية خطيبتك ولا نسيتها؟ خطيبتي؟ ليش هي بعدها ما تزوجت؟ تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا اخوي ابراهيم، اهلا اهلا. الحمد لله على السلامه يا مهندس. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا مهندس. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. والله واشتقنا لك. الله يخليك يا مسعود. مسعود ولد خالتك، اذا نسيت هذه عيبه، واذا بتتناسى بتكون عيبه اكبر. ما يخالف ما يخالف، تراني جاي من السفر وصار لي يومين ما نمت يعني. معلش بكره تنام وتشبع نوم ان شاء الله، ولو ان الناس متامله فيك الخير والارض العطشانه منتظرتك والكل محتاج لعلمك يا مهندس. اقول جمعه. نعم اخوي. ايش رايك بنخلي الفرحه يا عارف عارف يا اخوي ابراهيم، انت ايش باغي تقول؟ قصدك نخلي الفرحه فرحتين؟ ولا يهمك، حدد انت موعد العرس وكل شيء بيصير مثل ما انت تريد. سالم ولدك وصبريه بعد بنتك، ها ايش رايك؟ ابوي عن اذنكم. على وين يا بنتي؟ يا جماعة لا تواخذونا، البنت استحت شوية. جمعة ما الحين، خلي المهندس ينام ويرتاح. مبروكين يا جماعة مرة ثانية. يا نعيمة أيوة، بس احنا بعدنا لسه ما تكلمنا في الموضوع. يا جمعة كل شيء في وقته، كل شيء في وقته. يا جماعة لا تواخذونا، احنا بنستأذن. تفضل يا اخوي. احسنت يا اخوي، احسنت يا اخوي ابراهيم، ومبروكين مرة ثانية ان شاء الله. مشكور. احسنتم. يلا مع السلامة. احسن جزاك الله خير. مشكور. وانا بعد استأذن، مع السلامة. هلا وين يا ولدي؟ جالسين للقهوة. احسنت. تفضل. مبروكين. يلا حياك الله. ايش هذا اللي سويته يا مهندس؟ ايش هذا؟ حد يشوف خطيبته ويقول انت بعد ما تزوجتي خطيبة من؟ يا جماعة الله يهديكم، بس معقولة؟ معقولة المهندس سالم متزوج واحدة جاهلة لا ترى ولا تقرا ولا تكتب؟ انا وين وهي وين؟ وبعدين معاك يا صالح، وبعدين معاك يا ابو سيف. اللي صار يا عاشة، مع اني اقدر اشتغل، انا صحتي زينة والحمد لله، معقول يحيلون عن الشغل والسبب ان الشركه هذا نظامها؟ ليش يحكموا عليه بالموت؟ ليش؟
الله يخليك، انت لا تزعل نفسك. معقوله يجي ولدنا سيف ويشوفنا على هذه الحاله؟ وبعدين كان لازم يصير اللي صار، يعني الواحد ياخذ زمانه وزمان غيره. بس حرام حرام، 20 سنة وانا اشتغل في الشركه، احد مثال للموظف الكفر المواظب على عمله بتوقيع من قلم جاف يقولوا لي تفضل مع السلامه؟ ومتى؟ يوم وصول ولدي عاشه. الحمد لله ان ولدك تعلم واخذ الشهاده اللي انت وهو طول عمركم تحلموا بيها. وبعدين ايش صار يعني لما ترتاح شويه؟ بس انا قادر اشتغل يا عاشه، يحس في نفسي اجلس في البيت وولدي يصرف علي. كان ودي اخذ سيف معاي للشغل واقول حق جميع الموظفين في الشركه هذا ولدي سيف، المهندس سيف اللي علمته وربيته. لكن الحين كل شيء راح، ما من حقي يا عاشه. يقولوا لي اللي كبر لازم يرتاح ويترك الشغل لغيره، بس انا قادر اشتغل، قادر يا ناس. استهدي بالله يا صالح ولا تكبر السالفه، لا تخلينا نبكي في يوم وصول ولدنا. معقوله معقوله يجي سيف ويشوفنا على هذه الحاله؟ صلي على النبي يا رجال. اللهم صلي وسلم عليك يا نبي. فعلا يا عاشه، وما تشاءون الا ان يشاء الله. بس انا يكفي يكفي يا صالح. لا تخاف يا عاشه، انا عارف ان هذا مكتوب في لوح القدر، وانا ما بزعل ولدي ولا بقول له شيء. الحين دموعك بتفضحك واللي في قلبك يبان في عيونك. لا تخاف يا عاشه، انا من حقي ازعل شويه واتضايق، لان اللي فات عمر، وانا عارف كيف بكيف نفسي وبمشي في الامر الواقع، وشوية شوية وكل شيء بيكون طبيعي. يلا أساعدك بشغل البيت وأغسل عنك الصفاري. يا صالح سيف وصل من السفر. ولدي سيف وصل. أبوي أمي أبوي أبوي ولدي سيف. حياك يا أبوي. الحمد لله على السلامة. كيف حالك أمي؟ بخير إن شاء الله. الحمد لله بخير أمي. كيف حالك يا ولدي؟ خير يا ابوي، مالك ليش تبكي؟ هذا دموع الفرح برجوعك بسلامه يا ولد. سيف ابوي. تعال تعال يا ولدي، تعال تعال استريح. بكره يا ولدي بصير اكبر مهندس وبتبني وبتعمر، انتوا امثالك، انتوا اللي تبنوا البلد. يا ابوي انا سيف، سيف وبس، ومهما اكبر ما ممكن اكبر عليكم، انا كبير بيكم انتوا وبعطفكم علي. المهم انك ما تتركنا مره ثانيه. ما بترككم ابدا ابدا يا امي. والحين ما بقى الا العروس علشان تكتمل فرحتنا يا ولدي. عروس الحين؟ لا لا، المهم الحين الشغل، المستقبل. انا احلامي كبيره وتعلمت اشياء كثيره، وجاء الوقت اللي يكون فيه علمنا لخدمه اهلنا وناسنا. الله يبارك فيك يا ولدي، لكن هذا هو الصح يا ابو سيف. انا اتمنى احقق لك انت وامي اشياء كثيره، وأول هذه الأشياء إنكم تروحوا الحج. الله يرضى عليك يا ولدي. أقول يا ولدي يا سيف، إيش أخبار أصدقائك؟ تقصد راشد وسالم؟ هم يا ولدي. بخير يا أبوي، وبخبرك على أخبارهم بالتفصيل، بس الأول لحظة. أنا جايب حالكم شوية أشياء كذي بس على ذوقي ترى. إن شاء الله يا رب أحقق أمنية الحج، علشان أناديك يا حاج فلان ويا حاجة فلان. فرحانة لأنه ولد خالتي، وبعدين هو أول واحد يتعلم في المدارس من العيلة. صبرية إيش فيش؟ أمي لا تشوفي علي كذي وكأني مسوي شي غلط، سالم ولد خالتي وبعدين سالم يستاهل كل خير. بس مخه ما فراسه.
عسى الله يهديه ويساعد أبوه. يساعد أبوه؟ معقولة ياخذ شهادته ويجلس يشتغل في الأرض؟ يعني اللي تعلم واللي ما تعلم واحد؟ يعني كيف؟ يترك أبوه محتار في أرضه وديونه ويجلس يتفرج عليه؟ أنا اللي أتمنى أشوف سالم بعد ما رجع من مسقط. أحس إني لازم أشوفه. سالم لي وما أرضى أكون لغيره. جنيت؟ صار في مخك شيء؟ اتجننت يا عمي علشان اريد اتزوج صبرية؟ يا مسعود يا ولدي انت عارف زين ان صبرية لسالم ولد ابراهيم. على اي اساس لسالم؟ هي بنت خالته مثل ما هي بنت خالته. وانا ما جيت اتكلم الا لما عرفت ان سالم بيسافر ويكمل دراسته بالخارج. وايش فيها يعني لما يسافر يكمل تعليمه بالخارج؟ اللي اعرفه يا خالتي ان اللي يسافر ينسى كل شيء، وما معقول البنية تنتظر لحد ما يرجع. 4 سنين غربة ويمكن أكثر، والأيام محسوبة عليها. والله لولا سالفة السفرة هذه ما كنت جيت وتكلمت. خلاص يا مسعود خلاص لا تكمل. وليش ما يكمل يا جمعة؟ كلام مسعود صحيح. يعني إيش قصدك يا نعيمة؟ اللي أريد أقوله هو إذا ظل هنا والزوج لبنية أهلا وسهلا، سافر كل واحد يشوف مصلحته. يا نعيمة الله يهداش، يا نعيمة الله يهداش. يعني هو مسافر عشان من؟ علشان نفسه يا عمي. سالم انا اعرفه زين، ما تهمه غير مصلحته وبس. يا مسعود سالم راح يدرس زراعه وبيصير مهندس. كلام، ارجوك يا عمي فكر زين. خلاص خلاص زين انك نبهتني، انا بتصرف. يعني موافق؟ لا، خليني اول اشوف ابراهيم وسالم ولده على ايش ناويين، وبعدين يصير خير. ليش يا صبرية؟ مسعود صاحب أرض ويشتغل فيها بنفسه وطول عمره صادق. يا أمي أنا بس ولا كلمة صبرية، أنت ما تكلم في هذا الموضوع. كلام أبوش وكلامي أنا اللي يمشي. نحن ما نريد نرمش لسالم. سالم إذا كان يريدش بيجيش هنا. يا بنتي أنا أمش وأريد مصلحتش. كل اللي أخاف منه إنه سالم بيطلبش الحين وبعدين بيرميش. يا بنتي أنا أمش وقلبي يرقف كل ما قلتي هذا السالفة. صدقيني وما بتخسري. يا ريتني صدقتك يا أمي، يا ريت. سالم ما خطبني إلا لما شاف مسعود يريد يخطبني. غيرته وحقده على مسعود هم اللي خلوه يخطبني ويعلقني بآمال وأحلام. ليش؟ ليش؟ يعني اللي كنت خايف منه صار. أنا قلبي كان حاسم الأول بس. بس إيش يا نعيمة؟ ليش مترددة؟ أنا ما أريد أظلمه، قلت يمكن كانت مازحة معها. زين أنا دخلت عليهم وتكلمت في موضوع العرس، ليش ما حد رد؟ سالم ساكت وواقف مثل الطاووس وخشمه في السماء وكأنه ما حد تعلم في الدنيا غيره. جمعة لا تجلس تقول كذاك، أنا راسي قام يودي ويجيب. من يعرف يمكن يجي ويدق الباب ويصير اللي يريده ربك. معقولة؟ معقولة يجي اليوم اللي أجلس أنتظر فيه زواج بنتي؟ وين صارت هذه يا ناس؟ وين صارت؟ قال لي أحسن منه وطلبها مني. ليش سالم ما قال ما يريدها؟ ليش ربطها كل هالسنين؟ كل شيء قسمه ونصيب يا جمعة. لا تنسى أبو ما بيسكت وأمه بعد. يعني إيش بنات الناس لعبة؟ الظاهر إن مسعود كان كلامه صحيح يا نعيمة. إيش تقول؟ مسعود؟ كلمته بعدها تزن في ذنيني. خلاص يا نعيمة أنا ما أجلس أزيد وعيد، اللي صار صار.
مسعود. السلام عليكم يا عم جمال. وعليكم السلام يا ولدي، تفضل تفضل. كيف حالك خالتي؟ الحمد لله بخير يا ولدي. خير يا ولدي، خير يا مسعود. الحقيقة يا عمي أنا ما أعرف إيش أقول. لا تقول شيء يا ولدي، لا تقول شيء. أنا عارف أنت إيش باغي تقول من غير ما تتكلم. اللي صار يا عمي ما هو غريب، أنا كلمتك فيه من زمان. سالم ما خيب ظنك أنت وبس، خيب ظن أبوه بعد، مسكين عمي إبراهيم. ما أدري إيش يصير بحارته لما يعرف. وإيش اللي صار يا ولدي؟ صار اللي ما كان على البال. أنا خايف أتكلم وبعدين تقولوني جاي أشمت. لكن لا، ما أنا اللي أشمت بخالتي وزوج خالتي وبنت خالتي. يوم ما تظنوا أني أنا بسويها أحسن لي أندفن تحت التراب، لأني ما ممكن أشمت بنفسي. أنت إيش تريد تقول يا ولدي؟ أنا أريد أقول اللي عارفينه حيم والجيراننا عزيز، هو جاي مع سالم طيارة واحدة، كان مسافر يودي أبوه يتعالج. وإيش قال لك؟ قال إن سالم ما درس زراعة، ضحك على أبوه مثل ما ضحك عليكم. يعني إيش؟ ما أخذ شهادة؟ هو أخذ شهادة بس بكالوريوس تجارة، يعني درس تجارة، ضحك على أبوه السنين هذه كلها علشان يرسل الفلوس. يا ساتر الطف، يا ساتر الطف. معقولة توصل بيه لهذه الدرجة إنه يكتب على أبوه؟ إيش اللي جالس يسويه هذا المخلوق؟ إيش؟ ومسكين أبوه جالس يتباهبه قدام الناس، وسالم بيدرس وسالم بيرجع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنسان جاحد، وانتو تعرفوا رأيي هذا من زمان. بس يا ولدي يا مسعود، لازم نخبر أبو إبراهيم. لا يا عمي لا، ما مفروض إحنا نقول له. كل مستور بكرة بيظهر وفي الوقت المناسب. عمي أنا ما جاي علشان هذا الموضوع، أنا جاي علشان موضوع ثاني، بس أرجو أنكم ما تردوني هذه المرة. خير يا ولدي يا مسعود خير. الغلط اللي صار من سالم أنا مستعدة صلحه. يعني إيش؟ يعني أتزوج صبرية بنت خالتي. صدقني يا عمي، أنا قلبي كان حاس إن هذا بيصير، علشان كذي أنا ما تزوجت. إيش قلتوا؟ صباح الخير. صباح النور يا ولدي. أنت صار لك أسبوع كامل وأنت نايم، وأنت لا راضي تروح تشوف الأرض مع أبوك، ليش يا ولدي؟ أرض، الله يهديك بس. أي أرض هذه؟ أي أرض هذه؟ كيف أنت نسيت أرض أبوك؟ نسيت الأرض اللي أبوك باع أكثر من نصها علشان يعلمك؟ وأحيت تنساها هي بعد مثل ما نسيت صبرية المسكينة؟ صبرية؟ زين بعدك تتذكر اسمها يا ولدي؟ هي بنية. انت لو كانت عندك اخت وصار معاها اللي صار مع صبرية، جاء واحد يخطبها وبعدين تركها، انت ترضى؟ يا امي خلينا في الامر الواقع. انا الحين شيء ثاني، افكر في مشاريع كبيرة، في الفلوس. طول عمري طول عمري وانا افكر اني اكون من اغنى الناس. انزين انا اريد اعرف، انت لو تزوجت صبرية تمنعك انك تسوي اللي تريده؟ صبرية جاهلة، جاهلة. انا اريد اتزوج واحدة متعلمة غنية تساعدني، ما واحدة فقيرة وانا على هذا الحال. الله يهديك، ما في فايدة. بس ابوك يا سالم. يعني ابوي يعرف مصلحتي اكثر مني. الله يهديك، طول عمره دافن نفسه في الارض، ما يريد يصير غني. يسوي بقى حتى منعني اني ازور عمي خلفان في مسقط. ليش؟ لانه غني، لأنه ترك البلد الريال وشاف مصلحته وراح مسقط اشتغل في التجارة. والله أثنى عليك، هذا كلام. المهم أنت الحين خلينا في موضوع صبرية. أنا ما ممكن أتزوج صبرية. كيف؟ سالم، هي كلمة واحدة، إذا ما تزوجت صبرية ما برضى عليك. أمي أنت شاس تقولين؟ الله يهديك. والله عندك المدلة نهار من نوم ولا بعد. سالم أهلا يا مهندس. اهلا وسهلا. ها يا مهندس، اعتقد حان الوقت علشان تشرف على ارضك وتباشرها بعلمك اللي تعلمته، ولا ان الارض ما تناسبك؟ خير يا ابراهيم، ايش هناك؟ بقول انا ولا بتقول انت؟ ايش تريدني اقول؟ قول انك كذاب غشاش. يا خسارة تربيتي فيك، ما كنت اظن انك بتطلع بهذه الصورة. صلي على النبي يا أبو سالم، وإذا كانت السالفة سالفة صبرية
فسالم ما يخرج عن طوعك. صبرية يا ريت، ولو السالفة سالفة صبرية يا ريت. ولدك كذاب، كذب علي وعلى أهل البلدة. كان خايف هذا النمرود إني ما برسل له فلوس لو قال إنه بيدرس تجارة ما زراعة. تجارة؟ إيش قصدك يا إبراهيم؟ ولدك ما أخذ الشهادة في الزراعة، ولدك درس تجارة، وأنا اللي أتعب وأكد وأجمع البيسة فوق البيسة، أنا اللي بعت أرضي بتراب الفلوس، كل هذا علشان من؟ علشانك أنت يا سالم، وهذه النتيجة، خليتني ما ساوي بيسة في الحارة، يا خسارة، ليش يا سالم؟ ليش؟ إيش الغلط اللي أنا سويته يعني؟ حرام أدرس اللي أنا أريده واللي أحقق بكل آمالي وطموحاتي، وبعدين لو أدرس زراعة ما بنجح، لأني ما أحب الزراعة. أنا ما تعلمت عشان أدفن نفسي هنا، أنا بروح مسقط بتوظف. أها كذي السالفة، أكيد باغي تروح لعند عم خلفان، أكيد تراك طالع مثله. كيف يعني طالع مثله؟ وبعدين عم خلفان في إيش يتعيب؟ ريال مدير مؤسسة كبيرة، يا ريت يا ريت أصير مثله، يا ريت يرضى يشغلني عنده، وبعدين بصير صاحب مؤسسة كبيرة والعب بالفلوس لعب. زين زين، العب الفلوس لعب، روح حط يدك في يد خلفان عدوي، روح. الله لا يبارك فيك يا خلفان ولا فيك انت بعد، زول من قدامي، زول زول. كان لازم يصير هذا علشان اروح عند عمي خلفان. لا 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 يا عبد العزيز يا اخوي، هذا بدل ما تقول لي مبروك على نجاح شركتي. يا أخي الدنيا تغيرت خلاص، ما مثل زمان، الحين وقت النماء والعمل. شركتي وشركتك لازم يكون فيهن عمل دؤوب. اي نعم، على كل حال مشكور، ما قصرت ما قصرت. يلا مع السلامة. أنا مستغرب يا أخي، مستغرب ليش عبد العزيز بن عبد الله زعلان، شيء غريب بصراحة. أنا آسف يا بوسيه، تفضل استريح. أنا تحت أمرك يا أستاذ خلفان. كيف الحال يا أبو سيف؟ الحمد لله عايش. لا 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 لا، كلامك هذا في رنة حزن ما تعجبني أبدا. أنت رجل خدمت الشركة وكنت مثال الموظف الكفء، صدق وأمانة يشهد بها كل واحد في الشركة من الصغير للكبير. الله يخليك يا أستاذ خلفان. وبعدين يا أخي أنت ليش زعلان؟ هذه سنة الحياة، الكبير لازم يرتاح ويترك المجال لغيره. ما قلت شيء يا أستاذ خلفان، نظام الشركة على عيني وعلى راسي، بس أنا قادر على العمل، ليش المفروض مني أجلس في البيت مثل الحريم؟ لا يا صالح لا، هذه أفكار قديمة، استغفر ربك يا رجل. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا صالح، ما دام قلبك ينبض بالحياة إذن لازم يكون فيه أمل. الشغل عمره ما كان وظيفة وبس يا أخي، تقدر تشتغل لنفسك ولحسابك وتستثمر وقتك في أشياء مفيدة. كيف بس؟ كيف يا أستاذ خلفان؟ ما هو علشان كذا أنا رسلت في طلبك، قد لازم أشوفك قبل ما تترك العمل وتمشي. الشركة قررت تصرف لك مكافأة نظير عملك فيها. احنا مثل ما ندعو الشباب للعمل والانتاج، ايضا نكرم الكبار لان هم الاساس. الله، تكرموني انا؟ نعم، اللي يعطي من عرقه وتعبه ويقدم الخدمات الوحدة بعد الثانية لابد انه يتكرم. يا اخي الحين الحال تغير. الحمد لله. وليش هذه الدموع الحين؟ المفروض انك تفرح، حصلت على مكافأة. وين هذا زمان؟ كلامه أثر في نفسي يا عاشة، حسيت في ذيك الساعة أن لي قيمة. أنا عمري ما فكرت أسافر للخارج مثل غيري علشان لقمة العيش، لا أبدا. أنا انولدت هني وعشت هني وبموت بإرادة الله هني. بعد عمر طويل إن شاء الله. أقول يا صالح، أنت لن متى بتبقى ضام هذه السالفة على الولد؟ ترى الولد قلبه حاس إنه صاير شيء بس ما قادر يتكلم. ما في شيء بيكون مستتر على طول يا عاشر،
المهم وين هو الحين؟ هو راح يدور على شغل، الله يفتح فوجها ان شاء الله. ان شاء الله، ما دام انا وانت داعين وراضين عنه، اذا ربنا بينور له طريق الخير باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا ولدي. مالك ولدي خير؟ ما لقيت شغل؟ لا يا ابوي، الشغل كثير واللي عندهم شهادات مثلي قليلين، بس انا ادور على الشغل المناسب، الشغل اللي القى فيه نفسي، الشغل اللي اقدر اخدم به بلدي. بس لقيناها. انا بكلم مديرنا خلفان لما اصير استلم المكافاه. مكافاه ايش يا ابوي؟ بصراحه ابوك ما كان يبغى يزعلك، ابوك انا خدمته من الشركه. يا علشان كذي كنت تحاول تضحك في وجهي وانت زعلان، كنت تريد ما تحملني الالم معك. ممكن يكون هذا احساسي بالاول، لكن بعد ما قابلت الاستاذ خلفان تغير تماما، حسيت ان لي قيمه والدليل المكافاه الموضوعه لي، شيء ما كان يدور في بالي ابدا. هذا اقل شيء سويه علشانك يا ابوي. يا ابوي هذه فرصه انك تبدا من جديد، ممكن نقطة النهاية لشيء تكون نقطة بداية لشيء آخر. بعدني ما فهمتك يا ولدي. يا أبوي أنت رجل متعلم. إيش متعلم يا ولدي؟ تعليم اللي متعلمني يعني على قد حالي. فرصة تعلم الناس اللي ما تعلموا، تعلمهم القراءة والكتابة، تساهم في البناء يا أبوي. المدارس بدأت تنتشر في كل مكان، لكن لا مانع من المساهمة في هذا المجال. دورك ما بيكون أقل عن أي فرد يبني، الكل لازم يساهم في البناء يا أبوي، كل واحد بطريقته واللي يقدر عليه. أحسنت يا ولدي، الله على هذا الكلام. شكرا يا أبوي، ومثل ما قلت لك، نقطة النهاية لشيء ممكن تكون نقطة البداية لشيء آخر. فعلا يا ولدي، الأستاذ خلفان كان كلامه في هذا المضمون بعد. الأستاذ خلفان؟ أيوة، مدير مؤسسة كبيرة للبناء والتعمير، هذه أكبر مؤسسة هني يا ولدي، وأنا بإذن الله بكلمه علشان تشتغل معاه في الشركة، وربك كريم، وأنا متأكد يا ولدي إنه ما بيرفض لي طلب. معقولة؟ معقولة أرفض طلب لبنت الوحيدة في هذه الدنيا؟ أنا من اللي غيري، أنت اليوم تآمري وأنا أنفذ. أنا كنت أتمنى أسافر وأتعلم. نعم يا بنتي، أنت منتسبة في كلية التجارة، والحمد لله رب العالمين نجحتي وكلها سنتين وبتاخذ البكالوريوس. أيوة بس إيش يا بنتي؟ بس إيش؟ يعني تريدي تسافر وتتركيني وحدي؟ أنا من اللي غيرش أنت في هذا الدنيا بعد المرحومة أمك الله يرحمها. كنت أتمنى لو كانت عايشة وتفرح بخبر نجاحك. أبوي عاف يا بنتي، ما تبغيني أذكرك، على العموم ما قلتي لي إيش تبغيني أسوي لك يا ناجحة بتقدير جيد جدا. كنت أتمنى يكون امتياز. امتياز ومنتسبة؟ انت حمد ربك على هذه النتيجة. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. ما قلتي لي ايش تبغين اسوي لك؟ يعني عزومة كبيرة شوية تليق بمقامي وبالمناسبة. الله اكبر، ولا يهمك، بنسوي العزومة الكبيرة بعد. بس مو الحين، بعد شهر. وليش بعد شهر؟ يعني اشوفك هذيل اليومين مشغول، وحتى اعزم صديقاتي بعد. خلاص ولا يهمك. أنا تأخرت عن الشغل، على العموم أنا بروح الشركة. جيد جدا، بعدك زعلانة؟ لا لا ما ليش حق، يلا مع السلامة. مع السلامة. يا مطر. نعم. تعال نعم يا مسعود. أقول لك كمل أنت هني، لما تنترس هذه القلبة حول الساق والماي على الصوب الثاني. زين. أقول لك نعم، لا تخلي الماي يفيض ولا القلبة تنترس، ما كفاية الماي في هذه السواق يضيع. ترى ما في حل. لا أبوي، هناك شيء حل، لو في إمكانية كان بنسوي هذه السواقي هذه الطابوق، وبنوفر الماي اللي يضيع في السواقي هذه. اسمح لي يا مسعود، ما فهمتك. أبوي سوي اللي قلت لك عليه، وأنا بسير عند العم جمعة فرضه وارجع لك. إن شاء الله. جواك الله.
من جمعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا ولدي. خير؟ ليش تارك أرضك وقاي؟ بغى أتكلم معك. تفضل تفضل يا ولدي تفضل سريح. يا الله خير يا ولدي يا مسعود. خير يا عمي خير. أنت ما رديت علي، صار لي مدة من كلمتك في موضوع صبرية، أنت لا قلت لا إي ولا لا. يا ولدي يا مسعود. يا عمي أنا بعدين سكت وقلت يمكن سالم يحس شوية أو أبوي يأثر عليه، لكن هذا ما صار. يا ولدي يا ولدي الجرح فوق الجرح يبطي علاجه والجرح بعده ينزف. ما وقته هذا الكلام الحين. متى وقته إذا ما كان الحين وقته؟ يكفي اللي راح من عمرها وعمري، إيش ننتظر بعد؟ عمي جمعة ما أنت اللي تنتظر، ما أنت اللي تنهان هذه الإهانة. الله يعلم أني أريدها ومعزتها في قلبي تزيد يوم بعد يوم. الله يخليك يا عمي لا تحرمني منها. يا ولدي يا ولدي كلامك يقطع في نفسي يعذبني، كرم أخلاقك سيف على رقبتي. تسلم يا عمي، أنا ولدك ومعاك في الخير والشر، المهم أنت أقول أنك موافق وشوف أنا إيش أسوي. أنا بسعدها وأخليها تعيش أحلى عيشة. يا عمي أنا يتيم من أمي وأبوي، فتحت عيوني وحفظت العقل، لقيتك أبوي وخالتي نعيمة أمي، أرجوك وافق. يا مسعود أنت مستعجل، وصبرية عاشت 4 سنوات على أمل أنه سالم من نصيبه. يا ولدي يا مسعود صبرية إنسانة وليها أحاسيسها، لازم يكون هناك وقت. قلت لك الجرح فوق الجرح يبطئ علاجه. أنا أتمنى يا ولدي يا مسعود أن صبرية تكون من نصيبك، على الأقل أنت رجل والله والنعم فيك، وبكون مرتاح البال إذا كانت من نصيبك. بس إيش يا عمي، وافق على الخطوبة الحين وننتظر لما الجرح يبرأ؟ على الأقل نسكت الناس اللي بدأت تتكلم، وأهل البلدة يعرفوا إن مسعود لصبرية وصبرية لمسعود. ها إيش قلت؟ لا يا ولدي يا مسعود لا، أنا رجال ما أخرج عن أصول الشرع والدين، لازم أشاور صاحبة الشأن، وربك يقدم اللي فيه الخير. نشوف رأيها وإيش تقول. لا لا ما أريد أتزوج. نعم اللي يكون سالم السبب. لا سالم ولا غيره، أنا ما أريد أتزوج. يا صبرية يا بنتي مسعود يريدش وانتظر كل هذه السنوات بدون ما يتزوج، حرام عليش ترقعي مكسور الخاطر هذه المرة بعد. يا أمي أنا ما حملة، متى ما بغيت تبيعوها شلتوها سوق سابع. أنا إنسانة بشر، ما تتعرفوا أن البنت لها إحساس ومن حقها تعيش وتتعلم. صبرية إيش تقصد بكلامش هذا؟ أقصد أن الدنيا تغيرت وإحنا بعد لازم نتغير. إيش هذا الكلام الكبير؟ اللي يسمع كلامها يقول دي متعلمة في الخارج. يعني اللي تعلموا في الخارج إيش سووا؟ فكروا في نفوسهم وبس. يا بنتي يا صبرية ما كل الناس سالم، ولا تخلي سالفته تكرش في الرجال، انتي بعد الصغيرة وكل من يتمناش. يا أمي انت تكلميني على إني عروس مثل لحقاه لا قلب ولا روح، أنا أريد أحس بنفسي أحس بوجودي، واللي فاتني أمس ألحق اليوم وبكرة. يعني إيش ما تريدي مسعود؟ لا مسعود ولا غيره، أنا أريد شيء أهم من هذا كله. شيء؟ مثل إيش؟ أنا أريد أتعلم وبتعلم إن شاء الله. أنا أريد أعرف أنت ليش زعلان؟ إحنا الحمد لله بخير. الحمد لله بخير، الكل بخير. الله أنا زعلان علشان ولدي اللي خيب ظني. اللي صاير الحين يا جميلة إن الزراعة ليها أهمية كبيرة، هي المستقبل، هي الكنز والثروة الحقيقية. يعني ولو كان سالم در الزراعة كان ساعدني الآن مع هذه الآلات والمعدات الحديثة المستخدمة، لكن إيش أسوي؟ والدي كذب علي، والدي عيشني في حلم وأمل ضايع، كذب علي علشان ياخذ فلوسي. ولا نسيت صبرية؟ ها؟ نسيت اللي سواه في صبرية؟ الحمد لله الحمد لله إن مسعود هو اللي بيتزوجها. مسعود هذا بيكون أصل من ولدك. لا يا أبوي لا، ما حد يتزوج صبرية غيري. الحمد لله يا ولدي يوم فكرت زين. يا حرمة جناتي ولا إيش؟ ايش هو كلام صغيرين صغار؟ بعدين ايش سالفتك؟ كل ساعة وحين في حال، ولا علشان مسعود هو اللي يتزوجها هذه المرة؟
مسعود ان شاء الله اتزوجها يوم واحده واطلقها. انا لازم اتزوج صبريه علشان افرح ابوي وانسي سالفه الزراعه اللي راكبه مخه. لازم اكسبه في صفي، ما لازم يكون غضبان علي. على اقل القليل اضمن الورث. ها وين رحت بافكارك؟ ها في رضاك يا ابوي، انا ما يرضيني ازعلك، الواحد ما له غير رضا الوالدين. يا ريتك تقول مثل ما تفكر، لكن ايش اقول، خاب ظني فيك. يا ابوي يا ابوي، انا بالتجاره بحقق لك كل اللي تريده. انا بشتغل علشانكم، علشان ارفعكم من الفقر ومن الارض اللي ما تجيب فايده. لا لا يا متعلم، لا، الواضح انك انت ما عايش في هذه الدنيا. انت شايف الدنيا من زاويه واحده، وللاسف من الزاويه الضيقه. الزراعه والارض هي المستقبل. انت اللي مصرت تبني مستقبلك على الكذب، لانك بديت بكذبه. ما عليه، بعدين بتعرف قيمه كلامي. المهم الحين صبريه. صبريه صبريه، خلاص شلها من مخك، انساه هذا الموضوع، انساه. البنت ما يحايلوبها، ولا هي لعبه في دينك تمسكها متى ما تريد وترميها متى ما تريد. ايوه بس انا اريد اتزوجها. لا لا وستين لا. ليش لا يا ابو سالم؟ خلاص فات اوان هذا الكلام، انا ما بظل طرطور عندكم، واذا كنت فاكر هذا بتكون غلطان. عيب منك كذي، انا ايش سويت يعني علشان ابوي يقول لي هذا الكلام؟ ولا يهمك يا ولدي، بنروح انا وانت عند عمك جمعه ونحدد موعد الملكه والعرس. الليله يا امي الليله. قبل لا ياخذها مني مسعود، انا ما احب انهزم في اي شيء.